Unit 2 Lesson 1 Law and Order قانون ونظام عندنا كلمات نستخدمها بالقانون والنظام مثل شنو Footprint أثر الأقدام Footprint أثر قدم هاي مفردية Fingerprint بصمة الأصبع يسموها Fingerprint Metal Detector Metal يعني معدن Detector يعني كاشف Crime Scene Crime scene موقع الجريمة X-ray machine جهاز أشعة speed limit السرعة المحددة